سؤال: هل صدقني وبأمانة حلفان نسبة إلى الآية التي قالها السيد المسيح: ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا وما زاد على ذلك فهو الشرير؟ لا، كلمة صدقني وكلمة بأمانة ليست حلفان، بل كلمة صدقني تنطبق على قول المسيح اللي كان باستمرار يقول: الحق أقول لكم كذا كذا كذا. أرجو تفسير الآية الروحية، ما تاخدش الحرف، الحرف يسأل. ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا وما يزيد على ذلك فهو من الشرير، يعني ما يزيد من الحلفان والتأكيد بأقسام كثيرة هو من الشرير.